أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حول العالم وجولة إخبارية سياحية فيما نشر في الصحافة العالمية الأمريكتين الأمريكا الجنوبية والشمالية ودول الاتحاد الأوروبي وأيضا الدول الشرق أوسطية. ومن جريدة اليوم السابع وحيث نشر هذا الخبر وهو عن جريدة واشنطن بوست وهو خاص بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الخبر افتتاحية واشنطن بوست تطالب أوباما بمنع العسكريين من حكم مصر. دعت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها البيت الأبيض وإدارة أوباما إلى السعي نحو إثناء الجيش المصري عن استمرارية سلطته، قائلة أن المجلس العسكري الذي تعهد بالانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية. هذا الخبر هو بمثابة يعتبر إشارة تحذير لحكم العسكريين داخل مصر، حيث نشر هذا الخبر وتصدر جريدة واشنطن بوست الصادرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وهو كتب أن طوال الثمانية أشهر الماضية طالبت هذه الجريدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من منع العسكريين للوصول إلى الحكم. أبدت الأسباب وسردت هذه الأسباب، قالت إن 12,000 مدني تعرضوا لمحاكمة عسكرية سريعة، وقالت برضو إنه تم استدعاء أحد أبطال ثورة 25 يناير وهو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وتم مثوله أمام محكمة القضاء العسكري. قال كده علاء عبد الفتاح هذا الناشط السياسي في مدونته الخاصة به على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، قال صراحة أن مسؤولية مسبحة ماسبيرو بتقع على الشرطة العسكرية والشرطة المصرية، وأن العنف الذي حدث ضد الأقباط هو كان مسؤولية المجلس العسكري. هذه الجريدة قالت كده إن إذا تم تقرير هذه الوثيقة وهي منع العسكريين من وصول والحكم داخل مصر، فإن المبادئ الدستورية الجديدة سوف تقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على النظام، يعني هتستغرق فترة كبيرة جدا. ودي طبعا وجهة نظر الواشنطن بوست، وهي جريدة عالمية ولها رأي فيما يحدث في الدول الشرق أوسطية. إن إذا تم المجلس العسكري حكم مصر فأن هذا يستغرق فترا طويلة للحفاظ على النظام، لأن في رأيها أنه لا يوجد استقرار أمني بل انفلات أمني داخل مصر. سردت برضو وقالت أن الحكم العسكري له وجود داخل مصر منذ انقلاب سنة 1952، وأن المصريين لما خرجوا في ثورة 25 يناير كان أملهم التخلص من هذا الحكم اللي هو بمثابة حكم ديكتاتوري على الشعب المصري. نشوف مع حضراتكم الفيديو كليب الأول، وهو مصر ترفض بعض الأحزاب لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور المصري. الشعب هو مصدر السلطات. أنا أعلن باسم حزب التجمع الموافقة على الوثيقتين
ما بين القبول والرفض والمقاطعة اختلفت مواقف القوى السياسية بشأن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور. التيارات الإسلامية على اختلافها أكدت على مواقفها السابقة الرافضة لطرح أي وثيقة تتعلق بالدستور قبل الانتخابات القادمة. وجه الرفض يصب فيما تقول هذه التيارات إنه التفاف على إرادة المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. إن من حيث الشكل لا يصح فرض وصاية على الشعب، لا يصح الالتفاف حول إرادة الأمة أو إرادة الشعب. أي مسألة سواء كانت مبادئ فوق دستورية أو حاكمة أو غيره معايير لتشكيل اللجنة لابد أن تراعى فيها الإجراءات والأليات الديمقراطية، بمعنى مجلس الشعب عند انتخابه يجتمع ويضع ما يشاء من مبادئ حاكمة. تيارات أخرى شبابية وليبرالية أعربت عن موقف رافض أيضا، وخاصة للمادة التاسعة من هذه الوثيقة والتي تنص على أن القوات المسلحة مهمتها حماية البلاد وحماية الشرعية الدستورية. أن يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده بالنظر في كل ما يتعلق بالجيش وميزانيته. أن يتم إدراج الميزانية كرقم واحد في موازنة الدولة. وأن يختص المجلس الأعلى وحده بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالجيش قبل إصداره. المعارضون لهذه الفقرة اعتبروا أنها تمنح المجلس العسكري وضعا تمييزيا يضعه فوق القانون والدستور. مراقبون اعتبروا أن طرح الوثيقة إضافة للمادة التاسعة لا يساعدان الوضع الحالي في مصر. هذا يثير الاضطراب ولا يحل أي مشكلة في واقع الأمر. أن يصبح الجيش هو الضامن الأساسي للشرعية الدستورية وكأنه دولة فوق الدولة، وهذه مسألة لا أظن أن أحدا من السياسيين الوطنيين سيقبل بها على الإطلاق، لأنها تعطي للجيش الفرصة للهيمنة بالكامل. الوثيقة واجهت اعتراضات أيضا لعدم تمثيل الشباب فيها بصورة تتناسب ودوره في الثورة. ساهمت هذه الوثيقة في توسيع الهوة بين المجلس العسكري والحكومة من جانب والشارع السياسي من جانب آخر.